السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله شوف شاب بلال، درت لنا مشكلة كبيرة مع الشعب الجزائري. الأغنية هذه التالية اللي خرجتها تاع قولوا الغيارين والحسادين رانا صابا، كي شغل 45 مليون جزائري راهم صابا، و45 مليون جزائري راهم غايرين وحاسدين هذوك اللي راهم صافا. دركا ما فهمتش شكون اللي راهم صافا وشكون اللي راهم غايرين وحاسدين. شغل الشعب التالي شغل يتعايش مع الغنية، يحسها بلي راهي عليه، راها عليه. شغل اي غنية تخرج دير تران يحطها ستوري ويحسها بلي راها عليه. خرجت ديك تاع الصاروخ وراني شباب، قاعد داروا ستوريات بلي كاين صاروخ راهم شابين. شغل عارف شغل هكا فاهم ديال الشعر هكا. خرجت الاغنيه هذيك تاع الشاب بلال الصغير تاع انتي مورايا وصلي مورايا ولا مش عارف كي دايره، قاعد داروك شغل فاهم باللي خاصها واحده تصلي موراه هو ما يصليش. جات هذه دارت لنا مشكله، قاع راهم صافا وقاع راهم حاسدين وغايرين. تما قاع راهم صافا نلقى واحد حاط ستاتي ولا يشكي ولا قال منه مانيش غايه الدوله ومش عارف مخصوص منه، انا سمعه ما لا يرضيه. اخويا راكم نتوما راكم دايرين في السطوريات بلي راكم صابر صايب، راكم صابر حرز تجي غوليا ما يكمل الصيف وتجرجر تجي غوليا تاع مانيش غايه منا تاني ديروها مانيش غايه وراني مخصوص راك صابر وراهم غايرين منكم وحاسدينكم صايب. كان واحد داير لي في لابيسين هاكا قولوا الغيايين حاسدك، وين شكون حاسدك على ديك الجغمه تاع المال؟ على البحر قد دوار 40 فرق في البحر. واحد داير الشيشه ايوا يشوف هكا ويتبغم قولوا الغيارين وحزن، هاك تكتب في روحك. انا بعد واحد ما نقلش منك راك تكتب في روحك. واحد داير يصور فيه صاحبه زعما يتمشى هكا بلاريه يتمشى بالريبيتيسيون فاهم ويشوف فيهم ويدير الهضره هاك قولوا الغيارين راني صعب ويتمشى في حصيده هذيك حصيده ورا الحمال طلعي في الكليمه والبحر تمشى لي في حصيده شكون باغي غير منك يا صاحبي. كشغل واحد في البحر باراسول حاط دلاعه قولوا الغيارين حسادي رانا صافا، شكون الدلاعه اللي جا سنايزه كاع ماشي مليح. هيا غير يعيشوا غير ديك اللحظه تاع رانا صافا، غير يروح للدار يقعد كيطلع الزلط والهم. مالكم والله شو تعايشوا مع الغنيه مش عارف تحسوا بلي راهم عليك، واللي عايش غايه وصافا ما تلقاش قاعد داير هاد الصوالح، تلقى بينا بين روحه عايش لا بيرفي. حنا غير تخرج غنيه يا سهي. المهم الشاب بلال نرفعوا عليك يا دعوه قضائيه على هاد الغنيه، يا تبدلها يا تقلع عليها جدها يا من يوتيوب. والله عايشين واحد الوهم في الفيسبوك، كيما شفت واحد في الفيسبوك ما عندي واحد لي زامي كشغل عايشين الوهم كيما هذيك تاع اللي خرجت تاع الشيغونيه يحط في الفيسبوك خلص دينك. اي حطها كانش واحد عنده حانوت ولا مسايسال وحدين ولا حطها اي كاع 45 مليون جزائري حطوها تما كاع راكم تسالوا كاين اللي مامبا ماش خدام. خلص دينك هو مامبا ماش خدام اكيد تسلفت ومين جبت دراهم ولا يحط ستاتي راكم تالبينا بالعين ومنه هو ما كانش قال يعرفوا خمسه تاع الناس ما فهمتش انا شو هاد اللقطه تاع الفيسبوك زعما كنت تخرج كانش حاجة الفيسبوك تحكي العابو منا وصي ودير صوالح باينين وصي علاك معايشين الوهم. اه قاري سانتيالي قولوا غيارين انا جابه منا. تاكل في المبسس قولوا الغيارين مبسس نوبا دوكا راهم يلقوه المبسس، تروح اي قهوة يعطيك باطل المبسس غيب بس. المهم ها الغنية اللي تجي عليها قلت لك ها الغنية هالعسل اللي تجي عليها الاغنيه هذه تاع قولوا الغيارين هاي درتها لكم سبيسيال وشوفوا معايا الفيديو وتمتعوا الوقت اللي تكونوا فيه صافا. ها اللقطه اللي تكونوا فيها صافا كيما انا هذه هي اللقطه اللي نكون فيها صافا، يخرب واحد نقلع على عينه مغرف. هيا شوفوا الفيديو والسلام عليكم. قولوا الغيارين هذوك الهضارين.